انتهى من يومين الفنان صبري فواز من تصوير آخر مشاهده في مسلسل العهد في لوكيشن تصوير الكفر في استوديو مصر. صبري بيقوم بدور الضوي واللي عنده طمع انه يضم الثلاث كفور لسيطرته، وده بيعتبر العمل الثالث اللي بيجمع صبري فواز مع المؤلف محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي. بيشارك في بطولة مسلسل العهد نخبة كبيرة جدا من النجوم، منهم غادة عادل وآسر ياسين وأسامة مبارك وسوسن بدر.